السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة على النبي. كده سمنة، رز السمنة البلدي، رز السمنة البلدي. خش بقى كده عليا كده، وده هو سمك مقلي. سمك مقلي يا جماعة حاجة ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. لسه سخن النار اهو، شوف السمك مقلي، شوف عامل ازاي، شوف السمك عامل ازاي، شوف الجمال والحلاوة. اللهم صل على سيدنا النبي، ربنا يوسع عليكم ويديم علينا نعمة وحفظها بالزوال. شوف شوية الرز ده بقى، رز بالسمنه البلدي يا جماعه، رز ده بالسمنه البلدي حاجه تحفه يعني. شوفوا، لا انا هاكل بس من هنا كده عشان اوريكم القوام بتاعه. شوفوا السمنه، شوفوا السمنه عامله ازاي. اللهم صل على النبي، ونبدا بقى الفيديو، خليكم معانا ونبدا كده يا جماعه. الصلاة على النبي كده، هاتي طبق كده عشان نحط ده اهو يا جماعه. انا بحب السمك المقلي قوي 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 قوي، وفي ناس طبعا هتقول لك السمك المشوي صح. اه ماشي، ما نعرفين ان هو صح، بس انا بحب السمك المقلي. السمك المقلي حاجه ما شاء الله، شوفوا الجمال اهو. حلوه قوي 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 قوي، السمكه حلوه قوي، سمكه جميله، سمكه معموله حلو. ونبدا كده اهو، ندخل بقى اهو بالرز الحلو ده. الله، في شطه محطوط عليه دقه، فيها شطه فظيعه، خلي بالكم منها هتيجي عندكم اهو. شايفين اهو اهو، شوف الجمال، شويه رز عيال. حلو قوي يا جماعه، حلو قوي السمك ده بجد، حلو. الله الله، اللهم صل على النبي. بصل ده جميل، هو السمك ما حصلوش يا حاج بغير، تسلم ايديكم اهو. شايف شايف، ده ما هنشوفه بقى عشان بس دلوقتي في الفيديو ده، ما يتسابش اهو في المشوي، ممكن اسيبه يعني. انا في المشوي بحب اكل الظهر بس، ظهر الشباره. دي شوف دي بقى، دي البطنه هي اكلها عادي لانها مش مقليه وفيها يعني 99.5% من الزفاره بتاعتها اتشالت. انا بحب السمك المشوي المقلي. خلي بالكم العظم، خلي بالكم العظم يا جماعه انتوا بتاكلوا السمك. اللهم صل على النبي. شنو
جون الله خلي بالكم من العظم يا جماعه. الله 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 الاكل النهارده روعه. والهون كلوا السمك المقلي ده يا جماعه، انا انصحكم بالسمك المقلي والله ما يترمى منه اي حاجه اهو. كل ده انا هرجع له تاني، كل ده انا هرجع له تاني بعد ما اخلص انا الفيديو، مش هسيبه. انا راجل صريح. لو مشوي ما اشوفوش. الله. أكلة حلوة أوي يا جماعة النهاردة بجد، معمولة حلو. السمك أكلة مهمة أوي كمان، أنا عمري ما اشتري لحمة أي لحوم كده من بره باكلها، ما مش قادر استصيغها اصلا، لحمه بالذات. والله والفراخ كمان. انا من انصار ان انا لازم اشوف الحاجه صحيه. اللي اشوف الحاجه قدامي كده، الا السمك. سمك عادي انت تشوفه عادي. سمك ما بيمو يعني عادي لو اتاكل وهو كده مجمد كده مش ماء. زي الفل يعني. انما اللحمه والفراخ احذروا منها. مش عايز اطول عليكم، الفيديو جميل قوي قوي. اعملوا الوصفات الجميله ديت. يعني بصوا ان الناس في الحر، في موجه الحر دي فعلا اثرت على الناس كلها يا جماعه. والله بجد مش كلام، لان انا في حبيب واحد صاحبي وحبيبي شغال في مكان له علاقه بالصحه يعني وكده، قال لي ان وضع ان في ناس اللي جالها ضربه شمس زي كده اتبهدلوا، اتبهدلوا جدا. لان انا فعلا اتبهدلت، انا من يومها ما جيتش قدام خالص. ان كل مره في الفيديو اقول لكم ادعوا لي يا جماعه، بحاول. خلي بالكم نفسي مش مفتوحه للاكل زي الاول. يعني ايه؟ يعني ممكن اقوم ادخل كده مثلا على فرخه اخلص الوقت على استحياء، يعني باكل كده عشان اكل عشان اقدر امشي بس. فانا يعني بقول ربنا سترها مع الناس اللي ما طلعتش في الحر، ودي موجه صعبه، موجه صعبه واثرت على الناس كتير، والحمد لله على كل شيء. ما تنسوش اللايك يا جماعه، اللايك للفيديو مهم جدا يا جماعه. واللي عايز يكتب تعليق اكتبه لي هرد عليه ان شاء الله. وفي فيديو في القناه الثانيه، وفي فيديو في القناه الاولى، في فيديو في القناه الثانيه، وفي فيديو في القناه الاولى، ولازم تدخل نفس الاسم. يعني انت بتكتب جلال فتح الله محمود علي عبد ربه زي ما انا قايل لكم، وفي جلال فتح الله محمود علي عبد ربه 2، وبعدين في ات جلال 2 و3 و6، وبعدين صفحاتي على الفيسبوك انا عايزكم تشرفوني عليها. الناس اللي بره مصر بالذات هيشوفوا حاجات تانية في جلال ما انتوا ما تعرفوهاش. يعني الناس اللي هي هتيجي من القناه وما يعرفوش جلال عايزين تعرفوا عليا، هتتعرفوا عليا من الفيسبوك. تعرفوا على شخصيتي، تعرفوا على الناس اللي هم اللي انا عايش معاهم بيتفاعلوا معايا ازاي والكلام ده كله. السلام عليكم. كمل بقى. كمل احنا بقى. حد يشيل المايك يا جماعه لو سمحتوا. حد يشيل المايك.